دنيا كابت. شكرا كابتن نهيرة، وشكرا على التقديمة الجميلة دي، متشكر جدا. لا ده حقكم، ودايما بقول انه الاتحاد السكندري هو يعني بيمثل جانب كبير جدا من المتعه داخل كره السله او داخل الدوري المصري لكره السله. يعني انت ما تعرفش تتفرج على الدوري من غير الاتحاد السكندري، النادي وبالتاكيد الزمالك والاهلي وكل الفرق، بس الاتحاد يعني دايما عنده متعه مختلفه. يعني نادي الاتحاد تاريخ كبير جدا في كره السله، صحيح دايما منافس او بيفوز بالبطولات على صحيح. مدار سنوات طويله جدا جدا، وطموح دايما جماهير نادي الاتحاد ما توقفش ابدا على مجرد ان الفريق بيأدي بطولات، لا دايما عايزين الفريق يوصل للمنصات ويكسب بطولات ويحتفظ بيها كمان ويظهر في احسن صوره رغم المنافسه الشرسه مع الجميع. صحيح، حضرتك قلت لي انك من بعد ما بطلت مسيرتك كلاعب يعني تقريبا توليت المهمه سنه او حاجه، وبعد كده سافرت مسيره كبيره جدا في مسيره تدريبيه عظيمه وكبيره جدا في الامارات، يمكن رجعت في مقاويت الاتحاد البطوله العربيه ورجعت مره اخرى للامارات، ولكن عوده من جديد لبيتك نادي الاتحاد السكندري. عايزه اعرف وكل الناس طبعا والمشاهدين عايزين يعرفوا وجماهير طبعا الاتحاد السكندري، المفاوضات بدأت ازاي وامتى وفكرت ازاي انه هتنهي المسيره دي وترجع للاتحاد السكندري؟ عايزك تكلمي عن كل الكواليس. يعني هو كابتن ايرا سنوات طويله انا موجود في دوله الامارات، طبعا بعد حضرتك زي ما قلتي لعبت سنين طويله، كسبت بطولات كبيره جدا مع نادي الاتحاد، دوري او كاس او 5 بطولات عربيه، بطوله افريقيه، يعني كان في انجازات الحمد لله على المستوى كلاعب. بعد كده يعني رحت دولة الإمارات دربت لمدة سنتين ورجعت تاني لمدة سنتين في نادي الاتحاد السكندري. السنة التانية كنت بأعمل مع كابتن طارق صباغ، كابتن طارق صباغ كان المدير الفني للفريق وقيمة كبيرة، اعتذر في بداية الموسم، توليت المسؤولية وكانت مسؤولية ضخمة شوية وعليا لأن كنت لسه يعني اعتزلت من حوالي 2 3 سنين فقط يعني. الحمد لله ربنا وفقني في الفوز مع نادي الاتحاد السكندري بالبطولة العربية في بيروت 2001، وكانت بطولة كويسة جدا، ودي كانت بالنسبة لي المفتاح او الطريق اللي انا ابدا ان شاء الله يعني ابدا يعني اخد خطوات كبيرة جدا في عالم التدريب. سافرت دولة الامارات دربت أندية مختلفة بس كان الأساس فيها نادي الشباب، نادي الشباب أحرزت معاه بطولات كثيرة جدا، وبعد كده رحت نادي الوصل، نادي النصر، نادي الشباب الأهلي، نادي الشارقة، وفزت مع أندية الإمارات دي بحوالي 21 بطولة. ما شاء الله، في كم سنة تقريبا؟ أنا قعدت حوالي يعني ما يقرب من 20 سنة. فزت ب 21 بطولة كبيرة جدا، فزت ب 21 بطولة كانت منوعة ما بين دوري ما بين كأس رئيس الدولة نائب رئيس الدولة، طبعا مجموعة كاسات يعني حتى على مستوى الخليج، بطولة مجلس التعاون الخليجي ودي بطولة كبيرة جدا، بطولة السوبر، بطولة كأس الاتحاد، كانت بطولات مختلفة وكانت الحمد لله كانت مسيرة موفقة معايا في دولة الإمارات.